شهر الخير بيهل علينا، بنحقق أغلى أمانينا، نزرع خير نحصده بإيدينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كنوز الجنة. في الحقيقة يا جماعة الحلقة النهاردة عندنا مهمة جدا جدا وغاية في الأهمية. احنا ليه بنقول ان الحلقة مهمة؟ لان هي بتمس شريحة كبيرة جدا من الناس، وخاصة الشباب. الشباب اللي ما عندهمش يعني خبرة الناس الكبيرة اللي فاتوا، واللي هم يعني عاشوا كتير من المواقف الصعبة، وكان عندهم صبر وتحمل وجلد يمكنهم من ان هم يكملوا الحياة بصعوباتها. النهاردة اي حد شاب ايا كان او كبير بيتعرض مثلا لاي مواقف، اي حالة كبوة، وقوع، فشل، مش قادر ان هو يكمل، بيصاب بحالة اكتئاب حادة، بيبقى بيدور على ان هو يطلع من المشكلة اللي هو وقع فيها دي ازاي، مش عارف، سواء ان هي مشكلة مادية او مشكلة في العلاقات او مشكلة في اي يعني ناحية من نواحي الحياة، بيحس دايما كده مرة واحدة ان الدنيا سودت في وشه، وانه مفيش حل، وان كل سبل الحل انتهت، وكل امكانياته خلصت، وحاسس بخسارة كبيرة، وحاسس بألم كبير، فبيصاب بالاكتئاب بعد الوقوع، مش عارف يقوم. فالقصة معانا النهاردة جماعة قصة النبي عليه الصلاة والسلام حكاها لينا، وهنعرف القصة دي من ضيفنا اللي منورنا النهاردة، الدكتور محمد شعبان من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ كريم، وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بيك. في الحقيقة دكتور محمد، إحنا زي ما اتكلمنا كده وبنقول إن إحنا أحيانا كتير في حد ممكن يعاني من حالة اكتئاب حادة بسبب مشكلة، أو بسبب فشل، أو بسبب وقوع، أو بسبب هبوط حاجة هو معرفش يقوم منها تاني. إزاي إن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا نقوم نقف بعد ما نقع مباشرة، ونقوم نقف إزاي، وإيه القصة اللي هتعلمنا ده؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قصة اليوم قصة عظيمة فيها بيان لكيفية حل المشاكل والنهوض بعد كبوة، خاصة لو كانت كبوة كبيرة. في خطوات معينة الواحد لو سلكها هنعرفها من خلال هذه القصة، لو سلكت هذه الخطوات تقوم من أي كبوة ممكن تقع فيها في حياتك. قصة اليوم هي قصة صحيحة، أخرجها الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، الله، ثم أراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. راهب يعني ايه؟ يعني رجل عابد كده بيصلي ويصوم لكن ما عندوش علم. فذهب اليه قال: قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به المئة. ثم اراد ان يتوب، عايز يتوب تاني. فسأل عن اعلم اهل الارض، لان ذنبه كبير فبيسأل عن اعلم اهل الارض، ما الذنب ده ما ينفعش يفتي فيه الا اعلم اهل الارض فعلا. فدل على راهب عالم بقى. فذهب إليه قال: قتلت 100 نفس، ما هم بقوا 100 دلوقتي، 99 والعابد، هل لي من توبة؟ قال: نعم، وما يحول بينك وبين التوبة؟ يا سبحان الله. ولكن اذهب إلى أرض كذا وكذا، قال: اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا صالحين يعبدون الله فاعبد الله معه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانطلق الرجل، نعم، حتى إذا انتصف به الطريق أتاه الموت. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. تقول ملائكة الرحمة: إنه جاء تائبا. وتقول ملائكة العذاب: ما فعل خيرا قط. فأرسل الله إليهم ملكا في صورة رجل يفصل بينهم، قال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما أقرب فهو من أهلها. في رواية أن هذا الرجل لما حضرته الوفاة نأى بصدره إلى أرض الطاعة، يعني زحف كده سنة،
شوف فرق النجاة من الهلاك إيه؟ الزحفة دي. فقاسوا فوجدوه أقرب إلى أرض الطاعة بشبر فقبضته ملائكة الرحمة. يا سبحان الله العظيم. يعني عايزين يعني القصة دي طبعا يعني إحنا بس معانا تقرير هنطلع ليه، بس قبل ما نطلع التقرير عايزين نقول لكم إن القصة دي مليانة فوائد عظيمة، ولو احنا مشينا على خطواتها اللي هنقول لكم عليها ان شاء الله بعد التقرير باذن الله هنقدر نقوم من اي كبوه ومن اي ازمه ونكمل، وباذن الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا النجاح والفلاح دائما باذن الله. ومن اكبر الاعمال الصالحه اللي تخلينا نعدي باي كبوه هي يعني اعمال الصدقه، ان يعني مفيش حد متصدق ومفيش حد بيساعد حد محتاج الا وربنا سبحانه وتعالى بيكون في حاجته، مصداقا لقول النبي عليه الصلاه والسلام من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته. عندنا التقرير تقرير مسجد النور، النبي عليه الصلاه والسلام يعني بيقول لنا في الحديث الشريف من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه ادعش طير بنى الله له بيتا في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تعالوا معانا نشوف التقرير ونرجع لكم تاني، استنونا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. النهاردة جماعة وادي الخير جاية تفرح معاكم بإنجاز كبير. الحمد لله رب العالمين، جينا في الأول وريناكم مسجد النور، شفتوا السقف، شفتوا العمدان، شفتوا الميضة، شفتوا كل حاجة كانت في المسجد ووريناها لكم على أرض الواقع. وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل حضراتكم وتبرعاتكم ومساهماتكم قدرنا ان احنا ننجز يعني اول اعمال البناء في هذا المسجد، من اول الهدم ثم الحفر ثم القواعد والاساسات. والنهارده بفضل الله تعالى جايين بنصب العمدان قدامكم النهارده، حبينا نفرحكم معانا وحبينا نفرح معاكم. صوره حيه من قلب الحدث، العمل هنا قائم على قدم وساق، من حقك تشوف بعينيك، من حق الأخ اللي ساهم وبادر وشارك يطمن إن في فعلا عمل قائم في هذا المكان. نداء لكم جميعا أيها الإخوة الكرام، الحق بسرعة وساهم في هذا الصرح العظيم، لك أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. في الحقيقة النهاردة أنا مؤسسة وادي الخير مش محضر كلام عشان أقوله، أنا النهاردة محضر إنجاز عشان أهني وبارك وبشر، أهني كل الناس، كل الناس اللي استجابت على وجه السرعة لمسجد النور وساهموا معانا وتبرعوا معانا مع جمعية وادي الخير عشان هذا الصرح يقوم. أنا جاي أهنيك وأفرحك وأبشرك إن الله سبحانه وتعالى تقبل منك صدقتك، علامة قبول الله عز وجل للأعمال الخيرة إن العمل الخير يتبعه عمل خير. المرحلة اللي جاية بفضل الله سبحانه وتعالى بعد ما نتم بناء الصحن المسجد والسقف بإذن الله، المرحلة اللي جاية إن شاء الله ودي مفاجأة بنقولها لكم دلوقتي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم هذا الأمر بإذن الله. إن شاء الله ناويين إن احنا نعمل مستوصف طبي خيري يساعد أهل هذا البلد إن شاء الله بأسعار رمزية. عشان كده حبيبنا الكرام جمعية وادي الخير بتقول لكم ساهموا معانا في إكمال هذا الصرح العظيم، في أقرب وقت إن شاء الله ننتهي من هذا الصرح. أرقامنا موجودة على الشاشة قدام حضراتكم، صور الأرقام واتصل بنا دلوقتي يوصل لكم مندوبنا لحد باب البيت. جمعية وادي الخير هتملى حياتكم بالخير. اهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم تاني. في الحقيقه القصه النهارده يعني قصه قويه جدا ومعبره جدا ومؤثره جدا، والنبي عليه الصلاه والسلام رواها لينا وعلمها لنا صلى الله عليه وسلم علشان يا فضيله الشيخ يعني يعلمنا ازاي ننهض ونقوم من الكبوات بسرعه. الشاهد اللي احنا برضو عايزين نوجه ليه الساده المشاهدين من القصه، يا جماعه ده واحد قتل 99 نفس
ومش بس قتلهم كده من وهو ما شافهمش، يعني في حد ممكن يقتل حد من غير ما يشوفه مباشرة أو يحتك بيه مباشرة لحظة إن هو بيقتله مثلا أو حاجة، لكن ده قتلهم بإيده بسكينة وهو يعني بيبص في عينيهم وشايفهم وما روحهم بتطلع، فده حد ما عندوش قلب. ففي النهاية إن ده ما فيش حد عنده كبوة أعلى منه، يعني أنت كبوته مع ربنا سبحانه وتعالى ما فيش حد عنده كبوة أكتر من واحد قتل 99 نفس عن عمد وقلبه ميت، ولكن في النهاية هو عنده برضه عزيمة وإصرار إن في توبة وإن ربنا سبحانه وتعالى هيقبل توبته. إحنا بس بنسقط على أحوالنا علشان محتاجين زي ما قلنا إن الغرض من القصة التطبيق، إن أنت يعني مهما كانت مشاكلك، مهما كانت ذنوبك، مهما كانت كبوتك مع ربنا أو غير ذلك، يعني أنت عملت إيه؟ أنت ما عملتش حاجة. كل ما هو يعني ذنب شيء، ورحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. دلوقتي دكتور محمد عايزين يعني برضو ناخد السادة المشاهدين لسؤال تاني، إيه أول خطوة الواحد يعملها بعد الكبوة غير إن هو يكتئب ويستكين، ولأن المؤمن والمسلم مش كده، وقعت في كبوة في خطوات إنك تقوم منها لازم تعملها مباشرة، إيه أول حاجة لواحد وقع في كبوة أو مشكلة إن هو ينهض بسرعة يعمل إيه؟ أول خطوة من خطوات النهوض من الكبوات سؤال أهل التخصص. وأنا بقول أهل التخصص هنا بجيبها واسعة طبعا، المسألة هنا دينية ذنب، فكان أهل التخصص عالم الدين، لكن الأمر أوسع من ذلك. لو المسألة مثلا هندسية بسأل أهل التخصص في الهندسة، المسألة طبية أسأل أهل التخصص في الطب، وهلم جرا. أنا بس بقى يعني عايز أخد من حضرتك الحتة دي وهرجع لك الحديث تاني، بس احنا بنتكلم في نقطة إن النهاردة أي حد عنده مشكلة في الدين بينزل يقابل، يعني سامحني، أي حد بجلبية ودقن، فيقول الشيخ ويسأله والتاني يفتيه، مفيش. وإحنا عندنا يعني عايزين نقول يا جماعة إنه من قال لا أعلم فقد أفتى، إيه المشكلة إن حد يسألني على حاجة وأقول معرفش؟ يعني فين المشكلة في ده؟ ولكن إحنا للأسف أي حد بيسألنا عن أي حاجة فيجي الحرج بقى، إيه ده إزاي ده بيقول لي يا شيخ وبتاع وأنا جلبية وملتحي ومش عارف، فإزاي إن أنا ما أردش تمام؟ فيروح قايل أي حاجة، وهو لو علم إن كلمة لا أعلم دي فيها نجاته، يعني أجرأكم على الفتوى، أجرأكم على النار. ودي مسألة مهمة جدا يا جماعة، إن اللي ما يعرفش ما يتكلمش. يعني أنت مش أهل تخصص في حاجة ما تقولش أنا عارف وخلاص، ما تقولش حاجة أنت مش فاهمها. في أهل تخصص بالذات في المسائل الدينية اللي بتعمل بالذات يعني مشاكل في الفتاوى وبعض المسائل الفقهية كتير بتبقى محتاجة علمائنا، علماء الأزهر، إن هم المتخصصين في مسائل الفتوى، إن هم اللي يقدروا يجاوبوا على الأسئلة دي. فلازم يا جماعة نسأل أهل التخصص سواء بقى في الأمور الدينية أو غير ذلك كما بيّن الدكتور محمد. فضل. نعم، يعني يا أستاذ كريم، في زمان اختلاط الأزياء صار صعبا على عوام الناس التمييز بين العالم وبين غير العالم، كما في هذه القصة. الناس كل إنسان زي ما حضرتك تفضلت يتزيى بزي أهل العلم، خاصة أن زي أهل العلم ما فيش قانون بيمنع أن حد يلبسه. يعني أي حد ممكن يلبس العمامة، أي حد ممكن يلبس طاقية، أي حد ممكن يلتحي، أي حد ممكن يلبس جلباب أو كده، اللي هي الأزياء اللي هي اعتاد الناس أن هذه أزياء العلماء. فمش زي مثلا أزياء تانية خاصة بمثلا شغلانات معينة، إنما اختلاط الأزياء ده بيخلي الناس تتلخبط. زي في القصة دي الناس الرجل سأل عن عابد، دل على عابد، عابد ملوش علاقة بقصة العلم خالص. هو راجل يصلي ويصوم ويقوم الليل ويفعل الخير، لكن ما عندوش علم، وده ظهر في إجابته. فبدل ما يقول إجابة صحيحة قال إجابة عن جهل أودت بحياته، أودت بحياته دمرته. فالجهل يضر أول ما يضر صاحبه، يضر بصاحبه. يبقى أول خطوة من خطوات النهوض من الكبوات سؤال أهل التخصص. أعرف إزاي عالم الدين؟ عالم الدين هو الذي شهد له العلماء بالعلم، وهو الذي درس على أيدي العلماء الربانيين، سواء في مؤسسة متخصصة زي الأزهر الشريف، أو على أيدي علماء معتبرين ومشهود لهم بالعلم والأمانة والكفاء. فده اللي أسأله، ده أول خطوة. طيب انا طبعا يعني هستأذن حضرتك لان احنا معانا تقرير من جمعية وادي الخير، بس انا بذكركم يا جماعة
قبل التقرير ان يعني هو يعني تقرير خاص بالاطعام واجر الاطعام قد ايه كبير عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يقول لنا فلق تحم العقبه وما ادراك ما العقبه، فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه. الاطعام يا جماعه هيكون سبب ان هو يفرج عنا الكروب وان احنا نقتحم عقبه يوم القيامه والصراط. وعايزين نقول يا جماعه من فرج عن مسلم كربه من كرب الدنيا فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه. فقد ايه الموضوع غالي وكبير، والا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله هي الجنه. تعالوا معانا نطلع نشوف التقرير ونرجع لكم تاني، استنونا. يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. عشان كده احنا في وادي الخير عملنا مبادرة 10,000 كرتونة مواد غذائية. مش بس كده، احنا بنقول ان ده في شهر الخير، ونتمنى ان العدد ده يزيد ويكبر. همتكم معانا مبادرة 10,000 كرتونة مع وادي الخير. وادي الخير بتساعدك تكون من أهل الخير وتقدم الخير لمن يستحقون الخير. مبادرة 10,000 كرتونة من مؤسسة وادي الخير، إطعام طول العام مش في رمضان بس. أي نعم احنا مقبلين على رمضان والأجور مضاعفة والأعمال الخيرية أمام الجميع، لكن هذه المبادرة مبادرة 10,000 كرتونة في كل وقت طول العام، عشان الظروف اللي احنا فيها نروح للأسر في بيوتهم نخبط عليهم ونسيب لهم هذه الكرتونة. الكرتونة يا اخوانا 300 جنيه سعر الكرتونة عشان تشارك معانا مع مؤسسة وادي الخير في الإطعام طول العام. الجزاء الكبير العظيم اللي هتاخده يوم القيامة لما تطعم حد على مسغبة، يعني جوع، لما تطعم حد على جوع جزاءك يوم القيامة إنك تاخد كتابك بيمينك. ربنا سبحانه وتعالى هيشبعك رضا يوم القيامة، هيشبعك نعيم يوم القيامة، بالذات إن احنا النهاردة ربنا سبحانه وتعالى بيقول يعني يوم ذي مسغبة. احنا في الحقيقة بنعيش الأيام دي يا جماعة النهاردة، يعني في الحقيقة العالم كله، مش بس احنا، العالم كله بيعيش ظروف اقتصادية صعبة، وده بيحتاج مننا كمسلمين إن احنا نقف جنب بعض. يبقى دلوقتي حالا تتصل بمؤسسة وادي الخير وتقول أنا عندي 10 كراتين، أنا جايب 20 كرتونة، أنا هساهم ب30 كرتونة عشان أودي للناس في هذه الأيام اللي كلنا محتاجين فيها جنة عرضها السماوات والأرض، اللي كلنا محتاجين فيها الأجور العالية بسبب هذا الإطعام. بإذن الله ساهم مع وادي الخير هتملى حياتك بالخير. اهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم تاني. استكمل حواري مع فضيله الشيخ محمد شعبان. كنا بنتكلم فضيله الشيخ قبل التقرير انه الجهل بيضر اصحابه، فده يعني بيحتم علينا وبيستوجب علينا ان احنا ما نتكلمش في حاجه احنا مش عارفينها، او احنا على الاقل مش واعيين بيها، ما عندناش الدرايه الكافيه بيها علشان ما نضرش نفسنا ونضر غيرنا. صحيح. القصة بتاعت اللي قتل 99 نفس بتاخدنا الحاجة بقى تانية خالص. لما جه سأل العالم وقال له ليا توبة، ادي ده السؤال. فالمفروض ان الإجابة الطبيعية ليك توبة ويسيبه، تمام كده؟ ولكن هو زاده كمان إجابة هو ما سألش عنها. فهنا دي بتاخدنا لفكرة حكمة أهل التخصص في الرد. ربما اللي بيسألك عن الحاجة هو أصلا مش عارف يقول السؤال إزاي، بس انت خلاص عرفت هو عاوز ايه، فبالتالي بتديله المعلومة كاملة. فياريت حضرتك توضح لنا ازاي يتم الامر ده. نعم، هذا يسمى عند العلماء بجواب الحكيم. لكن قبل ما اتكلم على جواب الحكيم ليا تعليق على مسألة الفتوى بغير علم. نعم. الفتوى بغير علم جريمة وجناية. جناية من العبد على نفسه وجناية منه على غيره. فجنايته على نفسه انه يورد نفسه الهلك والنار، قال تعالى
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هذا نعم. الإنسان الذي يفتي بغير علم لا يفلح أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. ثم إنه قد يضر نفسه كما فعل هذا الرجل العابد قال له مالكش توبة فقتله. نعم تسبب في هلاك نفسه وفي موته. طيب العالم بقى بيعمل إيه؟ شوف بقى العالم الرجل سأله هل لي من توبة؟ الإجابة نعم لكن ما قالوش كده. أجابه إجابة الحكيم. إيه جواب الحكيم؟ جواب الحكيم أن يزيد المفتي في الإجابة مما يغلب على ظنه أن المستفتي يريده ولو لم يسأل عنه. الله. يعني واحد بيسألني سؤال أنا عارف أنه هو السؤال ده ناقص فأنا أجاوب على السؤال وأزود الإجابة اللي هو محتاجها هو يقول لي توبة قال له لكن العالم لاحظ أن هذا الرجل قتل 100 نفس مش واحد ولا 2 ولا 10 قتل 100 نفس ده دليل على إيه؟ أن البيئة المحيطة به بيئة فاسدة لأنهم لو كانوا صالحين أو لو كان فيهم رجالة بمعنى الكلمة كانوا أخذوا على يده من أول ورجل قتله. نعم. إنما لما يقتل واحد ويسيبوه كمان واحد ويسيبوه ويقتل 100 محدش يقول له اتق الله محدش يحوشه محدش يمنعه ودي بيئة غير صالح فحب يقول له سيب البيئة دي التوبة مفيش رادع قوي هو لو تاب هنا لو تاب في بلده ومع الوقت هيبدأ مثلا مش لاقي شغل أو كده هيجي الناس تاني تأجره تاني والناس كان بتأجره للقتل هيرجع تاني فقال له نعم ولكن أترك أرضك فإنها أرض سوء واذهب إلى بلد كذا وكذا فإن فيها أناسا صالحين يعبدون الله اعبد الله معهم فأضاف له من الإجابة مما لم يسأل عنه وهو محتاج إليه لا تتم توبتك حتى تهجر أرض المعصية. عشان كده في بعض الذنوب إذا فعلها العبد يجازى شرعا بأن يبعد عن بلده. نعم. كالزنا مثلا الثيب طبعا الزاني يرجم لكن الإنسان اللي هو العزب الذي لم يسبق له الزواج إذا زنى يجلد 100 جلدة ويغرب عام يبعد عن البلد عام ليه؟ لأن كل سنتي في البلد هيفكروا بمحبوبته. لا ده أنا عاوز أقول لحضرتك على حاجة دكتور محمد إحنا النهاردة برضو في أي في حاجات برضو متعلقة بال يعني بعلاج بعض الأمراض منها مثلا علاج الإدمان أو حاجات زي كده الدكاترة بينصحوا المتعافي إن هو لما يطلع إن هو ما يقعدش في البيئة اللي هو تعامل فيها مع الأشخاص والناس وبتاع طبعا دول ده في حاجة ملهاش علاقة بالأمر ده خالص بس إحنا عايزين نقول ده مبدأ شرعي وإن أهل التخصص دايما في كل مجال بيقولوا لا الحاجة الخطأ اللي أنت كنت بتعملها تمام لازم علشان تغيرها وتتغير أنت شخصيا لازم تبعد عن المكان اللي كنت بتمارس فيه الخطأ. صحيح وربنا سبحانه وتعالى يقول ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. نعم. انتش عارف تبطل المعصية في المكان اللي انت فيه انتقل غير محل سكنك. في حاجة بقى يعني انا لاحظتها طبعا وحضرتك بتتكلم في القصة انه هذا الرجل من صدقه وعزمته جماعة على التوبة الرجل ده اتحرك على وجه السرعة الرجل ده ما تأخرش اول ما سأل العالم وقال له ليه توبة وقال له الحل قال له ايه على طول روح لبلد كذا فانطلق الرجل. شوف شايفين يا جماعة اللفظ انطلق على وجه السرعة انطلق ده عمل معي دكتور محمد ده يعني احنا قلنا في خطوات معينة للنهوض من الكبوة اول خطوة سؤال اهل العلم ثاني خطوة تجنب اهل الجهل ثالث خطوة جواب الحكيم من العالم الخطوة الرابعة والاهم سرعة التنفيذ احنا بنسمع كتير لكن التنفيذ قليل جدا على عكس الصحابة الكرام كانوا اذا سمعوا عملوا ولذلك نهضوا سريعا وسادوا الارض في خلال ربع قرن ساد الاسلام مفيش تسويف. الارض كلها مفيش بكرة طالما عرفت الصح انطلق مباشرة فانطلق الرجل يعني شفت الخير قدامي شفت الـ 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 العمل الصالح قدامي شفت أسباب التغيير قدامي شفت أي حاجة فيها نجاح ليا في حياتي أو لآخرتي قدامي نفذ فورا طالما علمت أن ده فيه صلاحك ونجاحك وفلاحك نعم ولأن التسويف قد يتسبب في عدم نجاح التوبة أو عدم نجاح النهوض إزاي الراجل ده في النهاية كان فرق بينه وبين دخوله الجنة إيه؟ شبر لو انه اتاخر شويه او قال اذهب الى زوجتي اخبرها او اذهب الى اولادي اودعهم
كان مات قريبا من أرض المعصية وقبضته ملائكة العذاب. لا إله إلا الله. فانطلاقه وسرعة تنفيذه كان له أبلغ الأثر. أحيانا تسويف لدقائق معدودة يضيعك. والناس اللي بتتعامل في البيزنس والكلام ده فاهمين كويس، في البورصة وكده فرق لحظة، اللحظة بتفرق، الدقيقة بتفرق، اللحظة بتفرق. ده اللي احنا عايزين نقوله للسادة المشاهدين. طبعا فضيلة الشيخ، هو طبعا للأسف احنا الوقت دايما لا يسعنا ان احنا يعني نتكلم في الحديث، ولكن عايز اقول لحضرتك ان احنا يعني لا يكفينا 1000 حلقة مثل هذه الحلقة عشان نوصل هذه المعلومات الثمينة، وعلشان طبعا كلام حضرتك الشيق الجميل اللي انا شخصيا بستفيد منه. ولكن برضو انا بذكر السادة المشاهدين ان احنا كان معانا يعني مسابقة، والمسابقة كانت من سؤال بنقوله لحضراتكم تاني. طبعا يعني بفضل الله عدد كبير من المتسابقين بيبعتوا الاجابات على صفحة جمعية وادي الخير على الفيسبوك، وعاوزين نعيد السؤال عليهم تاني علشان ندي فرصة للناس اللي ما جاوبتش انها تجاوب. من هو الصحابي الذي لقب بذي النورين، ولماذا لقب بهذا اللقب؟ من هو الصحابي الذي لقب بذي النورين، ولماذا لقب بهذا اللقب؟ الإجابات على صفحة جمعية وادي الخير، إن شاء الله مستنين إجاباتكم، إن شاء الله يكون في سحب وإن شاء الله تفوزوا معانا. بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعة. بشكر حضرتك فضيلة الشيخ، نورتني ودايما الحلقة معك ممتعة وشيقة. جزاك الله كل خير، وتقبل منا ومنكم إن شاء الله، وبإذن الله يعني نختم الحلقة بالدعاء إن شاء الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. شهر الخير به اللي علينا، بنحقق أغلى أمانينا، نزرع خير نحصده بإيدينا، 30 كنز نشوفه بعنينا. رمضان شهر النور يا أحباب، يفتح للصدقات أبواب، جاي من بعد بعاد وغياب، هنعيش فيه مع أحلى كتاب، هيحقق أغلى أمانينا، نزرع خير.